الفترة الماضية القريبة قبل أسبوع إحدى المنشآت التجارية رغبت أنها تزيد وتضاعف من خطوط إنتاجها تلبية لطلب السوق المحلي، تم إنهاء إجراءاتها فورا. إذن هي رسالة طمأنة واضحة جدا للمواطن والمقيم، كافة الخدمات الأساسية التي تحتاجها ستعمل على مدار اليوم حتى في أوقات منع التجول. ورسالة أخرى إلى القطاع الخاص ومنشآت الأعمال، كل ما تحتاجون من خدمات من الجهات الحكومية لتخليص إجراءاتكم وإنجازها وضمان سلسلة الإمدادات الخاصة بقطاع أعمالكم حتى تتدفق في السوق وتكون موجودة ومتوافرة، وزارة التجارة وكافة الجهات الحكومية تعمل على مدار الساعة لإنهاء كل هذه الإجراءات. أيضاً أود أن أتحدث عن مبادرة أطلقت بالأمس وشاهدتوها جميعاً بين وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. كل تطبيقات التوصيل في المملكة ستسخر جهودها وتضاعف إمكاناتها لتلبية الطلب المحلي، وستتحول، سابقاً كانت يعني تركز أكثر على المطاعم، لكنه بعد منع التجول ستركز أنشطتها كافة على التموينات وعلى محلات الخضار والفواكه وأيضاً اللحوم وكافة المنشآت التجارية. أود أن أؤكد أن منشآت القطاع الخاص أيضاً يحق لها استثناء بعض العاملين حتى تضمن حركتهم بحرية، وأيضاً القطاعات المدنية لديها الحق أيضاً في أنها تجعل الموظفين يتحركون بيسر وسهولة، وستعلن ذلك وزارة الخدمة وزارة الموارد البشرية ستعلن ذلك خلال الساعات القادمة، وستعلن رابط إلكتروني من خلاله يتم استقبال طلبات أي منشآت في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية لأي طلب استثناء حول ذلك. أؤكد على أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار ومركز خدمة الأعمال وكل ما تقوم به وزارة التجارة من أعمال هو مستمر حتى في فترات منع التجول. الفرق الرقابية ستتواجد في منافذ البيع، في الأسواق، في أسواق الخضار، في المخابز، في محلات اللحوم، أيضا في المستودعات والمخزون للتأكد من وفرته. كافة الفرق الرقابية تعمل، أيضا هاتف مركز حماية المستهلك يعمل حتى في أوقات المنع من التجول، وهو 1900. كل من يرصد مخالفة أو يلحظ أي مخالفة تجارية يبلغ على هاتف 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري. أيضا هاتف مركز الأعمال يعمل بكل طاقته في خدمة القطاع الخاص وتذليل أي صعوبات تواجهه. فقط تحية، أنا قبل أجيكم المؤتمر الصحفي تواصلت مع كل مراقبي الوزارة في المناطق والمحافظات أيضا، فكانوا يقولون ولله الحمد حركة الإقبال والشراء والتسوق هي في معدلها الطبيعي جدا، لذلك لابد أن نقدم تحية شكر وتقدير لهذا المستهلك الواعي الذي يضرب أروع الأمثلة، وهو قصة نجاح فعلية تضاف إلى كثير من قصة النجاح التي يسطرها الوطن في هذه الأزمة. إحنا شفنا كثير من الدول كيف حصل عندهم تزاحم وتدافع وفي استهلاك جائر. المستهلك السعودي اليوم يعني يضرب أروع الأمثلة في استهلاكه المعتدل لثقته بسياسة حكومته وثقته بأن يعني هذا الوطن عظيم حتى في وفرة مخزونه وسلعه المتوافرة. شكرا لكم. شكرا. وردنا سؤال من الأخ عبد الله الغريان من صحيفة الرياض، يقول: أسعار الفواكه وبالذات الحمضيات تضاعفت مرات عدة، أين مراقبي الوزارة؟ طبعا من بداية شهر مارس حتى اليوم 23 يوم استقبلت وزارة التجارة والاستثمار 41 ألف بلاغ، 50% منها حوالي 20 ألف بلاغ كله عن رفع أسعار. نعم هناك وزارة التجارة والاستثمار رصدت ارتفاع في الأسعار، كانت أغلبها في الخضار وفي الفواكه وفي الكمامات وفي المعقمات، لكن لابد أن ندرك شيء مهم وهو العامل العالمي في التأثير على حركة العرض والطلب. لو رصدت في كل دول العالم هناك ارتفاع لبعض السلع تأثرت بحركة تدفق التصدير، حركة خف وفرة يعني المنتج، يكون هناك عليه إقبال، يكون عليه طلب كبير، لكن الحمد لله يعني نسب الزيادة وهناك نظام إلكتروني دقيق يرصد رحلة السلعة وارتفاعها السعري في وزارة التجارة والاستثمار، بحمد الله يعني ارتفاع ليس بالقدر الكبير جدا، لكن كل هذه البلاغات التي جاءت لوزارة التجارة 41 ألف بلاغ كلها تم ضبط مخالفاتها وتم تحليل معلوماتها، وكل ارتفاعات غير مبررة على سلعة أو منتج يتم ضبطها فورا ويتم إيقاع المخالفة على من يرتكبها. شكرا. هناك شق آخر يقول: كم عدد الحالات التي تلاعب كم عدد حالات التلاعب بالأسعار والغش التجاري التي ضبطت منذ ظهور هذا الوباء في المملكة؟ الجولات الرقابية التفتيشية في كافة مناطق المملكة لها عدد من المسارات، المسار الأول رصد الأسعار، المسار الآخر التأكد من وفرة السلع ووفرة المخزون، ضبط
كل المخالفات، مخالفات البيع أو حتى الغش التجاري أو أي تلاعب بالسلع والمنتجات وجودتها. وشاهدنا عبر يعني الأيام الماضية وزارة التجارة كيف أنها تقوم حتى بالرصد والتتبع والإخباريات التي تأتي، حتى السوق السوداء يتم ضبطها ولله الحمد. 41 ألف مخالفة هي التي تم رصدها من خلال جولات ومن خلال أيضا مركز بلاغات حماية المستهلك، وكلها تم رصدها وكلها تمت مباشرتها واتخاذ الإجراء النظامي حيالها. ندعو المستهلكين أن يكونوا خير شريك معنا وهم كذلك دائما عند مشاهدتهم لأي مخالفة أو غش تجاري أو تلاعب بالأسعار أو حالات امتناع عن البيع، أنهم يتواصلون مع وزارة التجارة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر هاتف حماية المستهلك 1900. شكرا لكم. شكرا لكم سعد عبد الرحمن على ما ذكرتموه من خدمات يأتي جدا ترتيبها وتنظيمها وجعلها متوفرة للمجتمع، وخدمات أيضا رقابية وهي أمر مهم جدا لضمان أن المجتمع أيضا يحصل على الخدمة ويكون في حالة حماية له كمستهلك. الجولات اللي تمت ونسمع دائما عن أنه الحمد لله رب العالمين غذائنا وفير، المراقبة على السلع، فتح البوابات والقنوات للتواصل لأي ملاحظة يلاحظها المواطن أو المقيم في المملكة شيء مطمئن جدا. أنا كغيري من المواطنين المتابعين في المملكة العربية السعودية نشاهد العالم ونلاحظ بعض الدول أنه فيه تهافت على الأسواق وفي مشاكل في توفر بعض الأغذية في بعض الدول، ونسعد جدا لما شفنا بعض الصور ل أخوان وأصدقاء مقيمين في المملكة العربية السعودية يصورون أنفسهم في المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية وفي الأسواق ويرسلونها حول العالم يقولون إحنا هنا كل شيء متوفر. الحمد لله رب العالمين، هذه قصة نجاح. والمملكة العربية السعودية بإذن الله بمواطنيها ومقيميها ومجتمعها كله بأسره في هالمرحلة في هالجائحة بإمكانه أن يضرب أروع الأمثلة في كل المناحي، في كل مناحي الحياة، أن يتجاوز هذه الجائحة العالمية الصعبة جدا، وهو في أفضل حال بإذن الله وفي أفضل مثال في كل الجوانب سواء كانت الصحية أو غيرها. طبعا المجتمع السعودي أيضا فيه ميزة بأنه مجتمع يواكب التطورات، يواكب التقنيات، يواكب كل حديث وكل جديد. حتى في المجالات الطبية نرصد في بعض الدراسات التي تتم بأنه أكثر من 70% مجتمع هو مجتمع يحب أن يستهلك أو يستخدم أو يستفيد من التقنيات المتطورة الإلكترونية. الخدمات اللي وفرت في هذه الفترة وكيف سيستفيد منها المواطن والمقيم، كيف يستفيد منها المنصات والخدمات والحلول الذكية والتقنية اللي موجودة بأن يحصل على خدماته بطريقة غير تقليدية لكنها أكثر أمانا، يسعدنا فيها أن نسمع من أخوي الأستاذ علي المطيري من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. تفضل. السلام عليكم، مساء الخير جميعا. منذ صدور قرار منع التجول يوم أمس أصدر أعلنت الهيئة إعلانين مهمين جدا، مهم جدا نشارككم فيهم. أولا أعلنت الهيئة عن شركات البريد المرخصة من قبل الهيئة. الشيء الثاني أعلنت الهيئة عن منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية والمسجلة لدى الهيئة. حقيقة الهيئة منذ بدء تداعيات أزمة أو فيروس كورونا في المملكة قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، أولا تعميم اشتراطات السلامة على كافة شركات البريد المرخصة من قبل الهيئة، وفي نفس الوقت تعميم اشتراطات السلامة على منصات التسجيل أو التطبيقات الإلكترونية، التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية. في نفس الوقت قامت الهيئة بمجموعة من الجولات الرقابية والتفتيشية للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات بشكل دائم ومستمر، وهذه الجولات قائمة ومستمرة. يمكن حديثنا اليوم الأهم في قرار منع التجول يأتي الإقبال بشكل كبير جدا على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية. حقيقة تدعو الهيئة كافة المستفيدين سواء المواطنين أو المقيمين إلى التعامل مع التطبيقات المسجلة لدى الهيئة والتي أعلنت عنها الهيئة في موقعها الإلكتروني أو من خلال منصات الهيئة الرقمية. يمكن فيما يخص التحول إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية شاهدناه بشكل مميز جدا منذ أن بدأ تعليق العمل أو الحضور لمقرات العمل والعمل عن بعد. حقيقة
في إقبال جدا جميل على الخدمات الإلكترونية للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفي أرقام وفي وعي جدا مميز من مواطنين ومقيمين بالاستفادة من هذه الحلول التقنية المبتكرة، واللي الحمد لله ما كانت لتكون لولا وجود بنية تحتية رقمية مميزة في المملكة. أيضا فيما يخص المنصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، نركز بشكل كبير جدا على أنها متاحة على مدار الساعة. التطبيقات المسجلة لدى الهيئة هي متاحة على مدار الساعة، وكما تقول مبادرة كلنا مسؤول، كلنا مسؤولين. في حال وجود أي مخالفات أو بلاغات على هذه التطبيقات يمكن التواصل على مركز الاتصال الخاص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الرقم 19966. نعيد الرقم مرة أخرى، الرقم 19966، وهو متاح على مدار الساعة لتلقي الطلبات. ونشكركم جميعا. شكرا. شكرا أخوي علي على المعلومات المهمة الثرية. نتمنى للجميع بإذن الله الصحة والسلامة والعافية الدائمة، وليالينا في منازلنا أمن وسعيدة إن شاء الله. يعطيكم العافية.